إذا بسم الله الرحمن الرحيم، دائما الهدف ديالنا هو البسنة، وخصوصا الناس اللي عندهم هواية ديال كيفية إعداد الحدائق. غنبداو في أول درس بسم الله، هو الدرس ديال تقليم شجرة الرمان أو بالدارجة الزبير ديالها بالعربية، يعني تقطيع الأغصان الغير مفيدة. إذا أول خطوة غنبداو من الجذع. مثلا الجذع، مثلا لاحظ بأن هناك مجموعة ديال الأغصان. هاد الأغصان تتسمى بالدارجة سراقة الماء. هاد الأغصان هادو، هاد الأغصان هو أول حاجة خصنا نبداو أننا نحيدوهم، لأنهم معدهم حتى لا يتوفرون على أي وظيفة، فقط يستهلكون الماء ويحجبون الشجرة من أشعة الشمس. وبالتالي أول خطوة هو سراق الماء. هادو هما الخطوات. كاين الأولى هذه حيدوها، مثلا هي يرجى أن يكون مثلا مقص التقليم حاد ومعقم إن أمكن. إذا نبداو بهادو كاملين نحيدو إن شاء الله ديال سراق، تسمو سراق الماء أو الأغصان اللي ليس لهم أي دور، وبالتالي نحيدو باش يبقى جذع جميل جدا. إذا الأصل هو هذا، ودائما يستحسن أنه هنا ارتكبنا خطأ، يستحسن أنه يكون نصف متر أو متر، ثم الأصل ثم يكون أصل هذا، ثم فروع، فرع الأول الثاني الثالث، هنا ثاني أصل فرع، هناك من يسمي عقل هذا، فوالا، وهناك بعض الفروع، يعني الشجرة تكون جذع واحد ثم تنقسم إلى ثلاثة، ثم كل قسم ينقسم إلى ثلاثة. إذا الناس شنو هو الهدف ديال التقليم؟ الهدف ديال التقليم هو إعطاء رونق للشجرة، عدم تركها تنمو طولا. إذا لاحظ بأننا إلى قطعنا من الفوق، إذا قمنا بتقطيع الشجرة من الفوق حتما الانتشار سيكون على اليمين وعلى اليسار وعلى الوسط. اذا قمنا بتقليم الجوانب فان الشجره تنمو طولا. اذا هناك المختصين في علم الاشجار تقول بان احسن طول هو مترين، مترين ونصف، لهدف واحد هو سهوله قطف الثمار عند نهايه الموسم. وبالتالي سنرجع سنكمل سحب جميع الاغصان التي تسمى سراقة الماء. فوالا، إذا نقدرو نحيدوها. فوالا، هي لا توفر على مقص حاد. فوالا، إذا يمكن شراء مقصات، ومقصات توجد عند بائع لوازم خاصة بالسلاحة. فوالا، إذا هناك سراق ماء آخر في هاد الوزن. فوالا، نحيدو. فوالا، نحيدو ثاني. إذا المبدأ الأول هو سحب جميع الأغصان الضارة. نشوفو واحد شوية، فوالا. إذا الحمد لله أصبحت الشجرة من الأصل جميلة جدا. إذا الأساس، هناك فرع الأول، فرع الثاني، الفرع ينقسم إلى اثنين ثم إلى دوالك. إذا المبدأ الثاني من خلال التقليم هو الأغصان الأفقية. هذه الأغصان الأفقية مثلا الأغصان المتداخلة تحجب أشعة الشمس عن الشجرة، وبالتالي وجب أن نقوم بتقطيعها. إذا أي شيء أفقي أعتقد يجب أن نقوم بتقليمه لإعطاء إضاءة للشجرة. فوالا، إذا إعطاء إضاءة للشجرة أي شيء أفقي. فوالا، والمبدأ الثالث، إذا الأشياء النازلة إلى الأسفل يجب سحبها، لأن هي التي تحمي الثمار، وحتما لا تخف فإن في الموسم القادم إن شاء الله الثمار ستنجذب إلى الأسفل، وبالتالي سيكون عندنا مجموعة من الأغصان النازلة إلى الأسفل. وبالتالي وجب علينا أي غصن ينزل إلى الأسفل يجب أن نقوم بحذفه. فوالا، إذا خصوصا أصحاب الحدائق والذين يودون أن تكون عندهم بعض الأشجار المثمرة، هناك جانبين يجب أخذ الحيطة والحاضر. أولا الجانب الأول هو الاعتناء بمظهر الشجرة، والجانب الثاني، ولا يوجد إنسان لا يريد بعض الثمار، وبالتالي الجانب الثاني يجب أن يكون جمالية ومردودية. إذا الجمالية تقتضي بأن تكون الشجرة مثلا غير طويلة غير عريضة، فوالا، وتسمح بظهور الأشجار الأخرى. إذا أي شيء كما قلنا أي شيء ينزل إلى الأسفل نقوم بحذفه. فوالا، لاحظ، فوالا. إذا دائما الهدف ديالنا هو مترين، وأن تأخذ جميل الأشياء. لاحظ هناك جذع مثلا، هناك ثاني
أغصان لا حاجة لنا بها، هي عبارة عن أغصان سرقت لثاني كذلك، وهي تكون دائما بارزة، لونها يميل غالبا إلى الخضار إلى الخضر مثلا، وعرف إذا لتبقى الشجرة، لاحظ بأن الشجرة أصبحت الحمد لله هنا جميلة و إذا هنا مثلا هنا الثاني كذلك فوالا، لاحظ بأن أخذت هذا الشكل. هناك بعض الغصون النازلة إلى هنا، يعني سأقوم بتقطيعها بأكملها إن شاء الله. فوالا أي شيء نازل إلى الأسفل لا أريده، فوالا، وسأتمم العملية إلى حين مثلا إلى حين حضرونق مثلا، لأننا غالبا في الأشجار التي تكون داخل البيوت أو داخل الرياضات يجب أن يكون هناك منظر جميل. هذا المنظر يقوم على تشطيب، كما نتابع الحلاق يمكن أن نقوم بتقليم الشجرة إلى أي شيء أفقي، فوالا يمكن أن أزيله. فوالا إذا سأتمم العملية إلى حين أخذ إلى حين أن تأخذ الشجرة شكلا جميلا، والهدف هو مترين مترين ونصف، عدم وجود أغصان نازلة إلى الأسفل، والأشياء الوسطى الأفقية يجب إزالتها. شكرا على الانتباه ديالكم، وإلى اللقاء في فيديو مقبل إن شاء الله.